480 صفحة بين دفتي إخراج تاريخي من ولاية ميلا، يضم سير الشهداء التي تشمل بلديتي الرواشد وعين الملوك بمآثر نقلت من أفواه من عايشوهم. هذا السجل الذهبي من ضمن الكتب التاريخية اللي أنجزت بولاية ميلا، وهذه قليلة يعني من كثير بالنسبة لولاية ميلا. بل كي نرجعوا لولاية خلف نلقاو الولاية الرائدة في هذه الكتب تاع التاريخ هي ولاية ميلا. ولما تترك تفاصيل من توفرت بشأنهم المعارك التي استشهدوا فيها والمشاركين بها والمستهدفين ورد الاستدمار الفرنسي اتجاهها. بلدية أميرة الراس مجاهدة يعني 100%، راهي دفعت 720 شهيد. دوك المجاهدين تقريبا ما بقاوش فيها، بقينا في 4 ولا في 5. نسجلوا الاحداث اللي وقعت هنا في ولايه ميلا، وهي احداث يعني عديده، ولذلك المنظمه تاع المجاهدين مع الجمعيه الثقافيه قررت باش تجعل هذا النبذ التاريخيه لجميع الشهداء نتاع الولاية. تمويل كامل من الولاية للمشروع التاريخي من خلال تأريخ الأمجاد وصناعة الحواضر بذهنيات وطنية.